لسه مكملين معاكم ومعانا تليفون منى. السلام عليكم، ازيك؟ محمد معاكي، اتفضلي. اول شيء نورك والله حي الشعب المصري كله على راسي والله، ربنا يحفظك. اخبارك ايه منى؟ وانت طيبه يا حبيب قلبي. وانا اسعد حبيبتي، ربنا يخليك. واكيد عشان خاطر الحب، لا عشان خاطر النجم كريم كامل اللي قاعد جنبي يا جماعه وخلاص مش طايقني، انت مش فاهمين حاجه. صحتي لك ايوه كيمو. كيمو اهو، رد يا كيمو. بصوا هو يا جماعه في حاله صدمه عصبيه مني دلوقتي، فسيبوه دلوقتي انا بس ما يستوعب اللي انا عملته فيه. تمام الحمد لله رب العالمين. انت عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا رب، نسيج جدا، ربنا يخليك. انا من دورك في عينيا والله، مش محتاج توصيه. مش محتاج توصيه يا كريم، بيبهدلني بلجان السعوديه ما بعرف متغير شويه. ما تخافيش، مهتم بيه قوي يعني. لا كريم حاطه في عينيه. لا ترى انت فاهم، انا خسيت عن قناعه تامه ترى، وانه الواحد يضبط جسمه شويه. ايوه بقى صح، ايوه بقى حاول تمشي الشيب والكاميرات ايوه. اقول لك انا لازم اكون كده افضل الناس، مع الكاميرا حزيد 5 كيلو 6 كيلو، فانا مقتنع كريم ما ياكلني ولا حاجه. على فكره انا الان ما اكلت من الفطور من الصباح الساعه 9. ايه يا كريم ده، ايه يا كريم؟ وكريم قاعد يعني يجيب ما شاء الله تبارك الله، مو مقصر. لكن انا محمد يعني بقعده اعذبه، نقعد ناكل احنا قدامه وبعض رابط ايديه وراه. حالا حالا ده اللي هيحصل. لا ايش بس نغني، بس خلينا نتفق انا وكريم على اغنيه اول. هم الاول هنظبطها. ميرسي يا منى قوي على التليفون، تابعينا وشكرا على اتصالك. طبعا شكرا. محمد ايه رايك في فندي جاي مني؟ والله انا بقى حافظ بس الاول، لان عندي مشكله انه ما احفظ مصري. لا مو مصري الكلام، عندي مشكله في الكلام ما احفظه. السر طب يلا. جاي مين جاي لك يا حبيبنا بصراحه مسكين. صح جميل يا محمد. بس اهني انت بروحت الاغنيه. لا بس انا مش حافظها جميله منه والله. بس انه انا كنت انتظر السنجل، انتظر الكليب، وقال لي كليب كريم. طبعا انا ببارك لك يا كريم على الكليب. صوره تهبل، كواليتي عالي جدا، اداء رائع، موديل مزه قوي. انا بحب اشهد شهاده حق. على فكره انا ممكن اوصل لكريم معلومه. عندنا بالذات احنا في المناطق الحجازيه في السعوديه يعني بيحبون كريم قوي قوي قوي. الحمد لله. والاغنيه الحمد لله يعني في السعوديه عندنا بالذات، عندنا احنا في المنطقه الغربيه تذاع على الراديو كثير، على عده محطات. فاحنا ما قصرنا ان شاء الله تكون كمان الاغنيه توصل لي، لانه حتى انا بعد ان شاء الله شهر بالضبط ان شاء الله يلا هنرجع نتكلم عن الفنجر بتاعتك. بس كريم صباح الفل. صباح العسل. انت كويس؟ انت كويس يا كريم معايا؟ ماشي صح، ماشي ماشي. عامل ايه كريم؟ تمام الحمد لله، نورنا يا كريم. ربنا يخليك والف مبروك على جاي مين؟ احكي لي بقى، لما شفت اخوك الصغير عملت ايه في المطار؟ عشان انا شفت صور وشفت امبارح صور بتجيب ايه يا جماعه؟ اتفرجت علينا من 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 الصريخ ومن من العياط و... لا والله العظيم يعني مش قادر اوصف بجد، مش قادر اوصف سعادتي يعني لما شفت محمد وان هو موجود معايا هنا. والله يعني ما اقدرش ان انا اقول لك قد ايه انا مبسوط، وقد ايه بجد يعني حاجه انا يعني بنحاول نعملها من بقالنا شهور كتير جدا، ان احنا بنحاول نشوف بعض وكده، بس يعني عشان الشغل غصب عننا طبعا. ولكن الحمد لله رب العالمين، يعني في الاخر انا مبسوط جدا 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 جدا، يعني مش قادر اوصف لك يعني الاسبوع ده ولا هيكفي ان احنا يعني عارفه نفتكر بقى حاجات ونقعد نلم على. ايوه 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 ابتدى يفهمني كريم يا جماعه. لا والله يعني علاقتي بمحمد عبد الله سبحان الله يعني علاقة أخ، وعلاقة يعني بحس إن محمد ابني برضه، عارفة؟ يعني تحسي إن والله حبيبي يا بابا. تحسي إن ربنا يكرمك. أنا هقطع عليك، كنت بتلاقيني ناخد تليفون. ألو أيوه مساء النور، مين معايا؟
يا ايمي دي ايمي المصرية طبعا. ايمي ادمن بيج لا مش ادمن سوري من اهم المعجبين كريم كامل وبرضه محمد عبد الله لانه محمد عبد الله طبعا. ازيك يا ايمي؟ ايه رايكم في الفجأة؟ ايه رايكم في المفاجأة؟ عبودي كريم معاكي وعبودي معاكي براحتك بقى يلا. لا كلمي عبودي. كلمي انا بدي اكلمك كريم. كلمي عبودي يلا. يا عيون عبودي والله الحمد لله انت عامله ايه؟ يا الله امبارح كنا عشان كانت في المطار كانت من الفانز اللي موجودين امبارح معانا في المطار. والله نور نوركم انتوا الشعب المصري نور نوركم والله بالعكس. احنا ان شاء الله نكون يعني ايوه الو شكرا يا ايمي قرب من المايك يا انا قريب كله والله انا مبسوط جدا يعني بس كريم انا متاكد اذا جيت السعوديه حرجع وانا وزني 50 96 كيلو ربنا يخليك الحمد لله رب العالمين الحمد لله. طبعا انا وكريم مش اصدقاء يعني اخوان ايوه اخوان اخوات يا كريم بيقول لك ان هو كريم اخوات مش اصدقاء اخوان ربنا يخليكي وشكرا لك. عايزه تسمعي حاجه كيم؟ ايوه معاكي ايمي. الحمد لله رب العالمين. انت عامله ايه ايمي؟ فعليا والله يا جماعه عبودي مش محتاج وصايه ما تقلقوش انتوا لو تعرفوا انا محضر ايه لعبودي مش هتوصوني ما تخافوش الله يستر. بصي يعني انا بحاول والله اي تليفون بيجي باخده على طول مش هطول على حد يعني بس هي مشكله في المداخلات الخارجيه يا ايمي بس هي انا عندي يلا على طول يلا. اللي عايز يتصل يتصل على طول يلا مش هن يلا حبيبي يلا باي يا عمر باي باي يا ايمي مع السلامه. احكي لي بقى